عليكم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا، شايفين الشنط دي؟ انا بجهزها، دي تحضيرات اللي هي ما قبل العيد. طبعا ولادنا هيحتاجوا شنط للامتحانات او شنط للعيد، فانا هقولك على طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. بصوا شايفين، انا بحاول اعمل الشنطة دي عبارة عن ايه. دي رجل بنطلون جينز، شايفين ما فيهاش اي حاجة. هتطبقي الحتة دي كده اهي، رجل انا عاملاها مجوز عشان ما بطنش الشنطة، تمام كده اهي، رجل البنطلون الجينز وتنياها مجوز، هتنيها من هنا ومن هنا، شايفين الفكرة. وهجيب الطرف ده على ده اهي، بصي كده عملت شنطة في ثانية، في ثانية الا ثانية. بصوا، وعايزة ازينها اهو، شايفين الفكرة. وطبعا الحزام تقدري، اللي هي البنت هتشيل منه الشنطة، تقدري تعملي الفكرة دي شنطة بوك، تعمليها من اي قطعة قماشة. بصوا دي حتة قماشة كانت يعني فايضة من غطا العربية بتاعت زوجي، بصوا اهو عملتها نفس الفكرة اللي احنا عملنا بيها دي. وبصوا نقدر كمان اهو نحط لها اكسسوار بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. عايزة تحطي الاكسسوار كده مش هتقول لا. بصوا، من السوستة هتجيبي 3 متر سوستة، مش هيكملوا 10 جنيه، هتقدري تخيطيهم مع بعض كده اهو بالابرة والخيط، وانتي قاعدة كده بتتسلي قدام المسلسل هتقدري بالابرة والخيط تعملي الشنطة الجميلة دي، تمام كده. برضو الفكرة، بصوا حتى لو رجل بنطلون فايضة عندك، الفكرة ما فيهاش اي حاجة. هتتني القطعة دي اهو، وتتني القطعة دي، وتجيب الطرف ده على ده، وبقينا عندنا اجمل بوك واجمل شنطة. العيد جاي عليكم، وطبعا احنا في زمن ودنيا التوفير، فانت لو عملتي الفكرة دي ليكي او لجيرانك، ولاد جيرانك، اي حاجة، حد طلب منك بوك برضو، الفكرة بصوا سهلة وبسيطة خالص وما فيهاش اي حاجة. هاتي اي قطعة قماش، حتى لو عملتيها كروشيه هتبقى شكلها جميل جدا. بتطبقي الحتة دي والحتة دي وتجيبيهم على بعض كده اهو، وتحطي الاكسسوار اللي انت عايزاه. بصوا لو انا بدلت الاكسسوار هنا، شايفين الشكل. لو انت مش عايزة تركبي لها ايد، ممكن تظبطي لها جوه هنا في الحتة اللي جوه دي، وتعملي اهو هيبقى الطبقتين دول على بعض كده، تعملي سوستة، تعمليها بوك، تعمليها شنطة. بصوا لو انا حطيت الفيونكات كمان اهو، لو حطيت الفيونكات اللي انا عملتها من الجينز دي على الايد، بصوا هيبقى شكلها جميل جدا جدا، شايفين فكرتها. ما فيهاش اي حاجة، كلها حاجات بسيطة، بس انت اللي بتستصعبي الفكرة، لكن هي في الاصل جميلة جدا. طبعا انا حاولت ان انا برضو عملت دي على ايدي، دي انا تقريبا شبه مخلصاها. بصوا الناحية بتاعت الظهر، الناحية من الظهر جميلة جدا وما فيهاش اي حاجة، نفس الفكرة بتاعت دي. هتطبقي قطعة وهتقفلي التانية، بصوا قفلت القطعة التانية عليها كده، وركبت لها الايد على ايدي، وادي البقرة وادي الابرة اللي انا اشتغلت بيهم. طبعا انا مجمعة شنط، بس مش قايلة عليهم، لاني طبعا ولادي بيحبوا اي حاجة انا بعملها. فانا الشنط دي انا هطلعها يعني للاطفال كده في العيد او قبل العيد، يعني وانا بشتري الخضار هاخد شنطتين تلاتة كده. بصي اسعدي اي حد يقابلك في الطريق، كل الناس دلوقتي بقت غلابة جدا ومحتاجين اي حاجة. يعني طبيعي لو انت مثلا في بيتك وبنتك محتاجة، او بيتك محتاج اكل، مش هتقدري تشتري الشنط دي، فانت هتقولي لها لا قضي باي حاجة بقى، مش مشكلة، خدي ان شاء الله كيس بلاستيك وروحي بيه الامتحان، او حطي فيه اي حاجة. فانت لو عملتي الحاجات دي من القماشات القديمة اللي عندنا، يعني بصوا دي رجل بنطلون جينز ما كلفتنيش اي حاجة خالص، انا بس كل ما هناك اني انا ضيقت بس رجل البنطلون وقفلتها اهي. بصوا شكل البنطلون حتى الجينز باين اهو، حتى قديم كمان، وانا ضيقت الرجل ورحت حاطه الكافيه دي على دي. وبصوا شكل الشنطه كانك انت فعلا شارياها وغاليه، ربنا بيحلي الحاجات اللي بيبقى فيها
انتي بتبقي عاملاها صواب. يعني انا مره بشتري قطع قماش كده، ف يعني بيقول لي انتي عايزه القماشات دي ليه؟ فبقول له ده انا هعملها توك للاطفال وكده. فراح قايل لي توك وهبيعيها الواحده بكام بقى؟ ادفعي بقى طالما انت هتبيعي وتك. قلت له والله مش هبيع ولا هكسب ولا حاجه، انا هعملهم كده يعني للي محتاج يعني حواليا. فممكن يبقى حد مثلا شعرها وهي عندي شعرها وقع كده محتاجه توكه، بروح اجيب لها بنتها شبطت في توكه، طب خدي انت كمان. فكلها بتطلع يعني على شكل هدايا او كده. فلقيت واحده بتقول لي في المحل بتشتري قماشات يعني من اللي هي الفضلات دي، بتقول لي والله انا لو مكان جوزك اطلقك. فبقول لها يا لهوي ليه كده؟ ليه كده يعني؟ راحت قالت لي كده بتعملي حاجه ببلاش يبقى ما تلزمنيش. قلت لها على فكره دي تجاره مع الله، وانا فعلا في مشاكل بسبب كده بيني وبين زوجي، ان الموضوع ده يعني واخد وقتي او مضيع وقتي. بس والله الحاجات اللي بيبقى بتسعدي يعني انت نفسك. انا بعمل شنط زي كده وبديها لولاد مثلا حواليا، لما بشوف البنوتة ماسكة الشنطة انا ببقى سعيدة جدا، وبحس ان انا عملت حاجة قيمة جدا. عملت بوك برضو لجارتي وتبقى زي بنتي، راحة جاية بالبوك وتفتح وتطلع الفلوس ومش عارفة ايه، ببقى سعيدة جدا ان هي ماسكاه ومقدراني واخدة البوك مثلا، او هي مثلا سعيده بالبوك اللي انا عاملاه لها وتقولي ده خاص بيا. فكل الحاجات دي يا جماعه والله العظيم دي تجاره مع الله. لو انت عملتي اكله حلوه او عملتي فسيخ ودوقتي جارتك، يعني الحاجات دي ليها اجرها عند الله. ممكن اللي قدامك يحس اني، ويمكن النقطه دي اللي بتزعلني مثلا اللي قدامي، لو انا اديته مره وبيطالب تاني او تالت بحس اني مثلا زوجي بيفهمها، لا اللي قدامك خد عليك اكتر من اللازم. فببدا اعتكف شويه، بس في نفس الوقت انا عايزه يعني كل تفكيره كده ما ننساش بعض. ولو حد جاب لك حاجه انت رجعي له الطبق فيه حاجه احسن منها، كلها حاجات بسيطه وبتسعدنا وهتسعد من حوالينا. بس الفكره دي انا قلت اقول لكم عليها للعيد علشان تعملوها وتسعدوا بيها اولادكم. بصوا يعني هي الشنطه، بصوا اهي بتتكلم عن نفسها. حد يتخيل ان دي شنطة من رجل بنطلون قديم كانت هتترمي، ودي قطعة كانت باقية من غطا عربية، كلها حاجات بسيطة بس ربنا بيحليها عشان هي دي تعتبر خارجة فيها لله. بصوا شايفين سوستة قديمة عندك اهي، تقدري تعمليها بقطعة استك، تعمليها شنطة، تعمليها بوك، ممكن تحط لها اي اكسسوار كده، ميدالية مفاتيح، وتقدري تعملي افكار من الحاجات البسيطة السهلة. اهي رجل بنطلون كان عندي كارما البنطلون ده، ودي رجل وانا كانت طويلة عليها، فقصيت الحتة الطويلة وقفلتها كده. بصوا وحط لها قطعة اكسسوار كده، شايفين بقت شنطة اهي. مجرد اني هجيب الرجل التانية بتاعتها واعملها لها ايدين، شايفين بقت شنطة. ومن الظهر بصوا، من الظهر زي الوش ما فيهاش اي حاجة اهي. هي انت كل ما هناك ان انت بس هتخيطيها على ايدك، هتقفلي الجنبين كده وتعلقي الايد هنا في الجزء اللي هو عامل شكل المثلث، وتبقى بصوا فكرة بسيطة وسهلة. ودي تجارة مع الله، انا بعملها بعد صلاة الفجر بخيطها، عشان طبعا كل اللي بيجي بيلاقي حاجة، طب انا هاخد دي، طب هاخد دي، فانا بقعد اعمل، ومهما اعمل بحس ان الحاجة كلها راحت قبل ما يجي ميعاد تفريقها. فانا عايزة اجمعهم ويبقى ميعاد تفريقهم وقت ما انزل اشتري اي حاجة من السوق، الاقي مثلا يعني انا مره كنت في السوق هنا جنبنا بجيب حاجات بسيطه خضره عشان كنت بعمل كفته، ولقيت بنوته بتعيط لامها وبتقول لها انا نفسي اشتري، انا عايزه اشتري توكه، ماليش دعوه عايزه توكه. فببص في الشنطه بتاعتي لقيت توكتين، قلت لها خدي يا حبيبتي انت توكه، قالت لي واختي، قلت لها خدي التوكه الثانيه اهي لاختك برضو. فكلها حاجات بسيطة بس بتسعد. بقت ماشية انا حاسة ان هي عمالة تحذف لي بوسة وهي ماشية، حسيت ان هي فرحانة وسعيدة. اما جدة فرق التفريقات في العيد في الجامع، بنتي بتقول لي
انتي عماله تفرقي على العيال، توك وبنتك ما عندهاش توكه. والله العظيم انا عندي علب بس هي تفتحها، العلب دي انا بسيبها على الكومودينو بحيث اني برضو تبقى قريبه من اي حد عايز اي توكه. ودوروا على ولادي، هتلاقوا عندهم توك كتير قوي من صنع ايديا، كلها حاجات تسعدهم، بس هم من كتر ما امتلكوا مش شايفين الا نفسهم بس. يعني انتي بتفرقي على الولاد وانا عايزه توكه، خدي يا حبيبتي توكه. وهي لو قالت لي هاتي توكه يا ماما من غير اي حاجه، خدي حبيبتي، ما كنتش يعني هتعرض للموقف دوت اني بتفرقي على الولاد وبنتك معهاش توكة يعني. فكلها حاجات، بس هي الطريقة اللي بتتقال بيها ممكن تكون بتزعل، لان انا ما بمنعش حاجة عن ولادي وكل حاجة عندي محطوطة قدامهم. واتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها، واسفة للاطالة بس الفكرة عجبتني جدا، وسهولتها كمان خلتني، بصوا خلتني اقول لكم على الطريقة، لاني طبعا ولادكم بتمتحن دلوقتي وكلنا عندنا بناطيل جينز ما فيهاش اي حاجة، وفكرتها سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها وتسعدي ولادك وتسعدي جيرانك. اتمنى افكاري تعجبكم واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، السلام عليكم.